انتي ما تغيرتي بنوم، نفس العيون اللي حبيته. شو بك؟ شو يعني ما راح تقليلي تفضل ولا راح نضل واقفين على الباب هيك؟ خير، مين بدك استاذ؟ أنا بدي زينة. ما أنا بالبيت؟ أختي؟ أختك تزوجت لك؟ وعندهم أولاد؟ لا. أويا؟ فوتي حبيبتي. أويا فوتي على البيت، أنا بشوف الأستاذ شو بده. أختك كتير حلوة. شو اسمها؟ أنا حبك الأول معقول تستقبليني بهالطريقة؟ لا تقربوا لها. أوصيني. ما فيك، ما بتقدري تقتليني. وقف عندك. تمام تمام تمام، اهدي شوي. والله طالعة حلوة وانتي بهي الحالة. تعالي خلينا نقعد ونتفق متى الأيام زمان. أنت المطلوب منك تساعدينا لنسكر قضيتنا، بالمقابل بعدك إنه سرنا ما ينكشف بنوب. أكيد ما بدك سرنا ينكشف، لا سمح الله. انقلع من هون، يلا روح.